هذا يا عجل شو كعبة الزيتون سيدي انت عكنت الحاجة هاي انت يعني ناس ريتهم الطفل طبخت هاتي اه طبختها الطفل صار وش كنتي اي خاط نوضي بكري لوليدي عايا نصبح لي يقد ابيه اخوتي انا زي انا عزب الثور كيك ايش كل هاو وشي حط حط حل الالمنيوم حل اعطى يسخ ناديك الراجل نادي يسخن يا قلت نجي معنا ما حبش وانت بنت سخنيه هاكا بارك يا زلمة سكون التنبا وين الليب هذيا يا ليدا كمان تبني شنطة الشاي يا رضي يا رضي يا حط الشاف نبا وهي زعر يا ام شكرا وهبيت حاسبني يا رضي اي عاونيها واش تو هذه تغنوا زعما جماعه متغشين قلت فيهم باش ماهم ياكل ما شاقت زهور والحمام واي كركر فاواج نحبر نصوى هاي زعما تزعما كاين يا مراه
كان مش خايفة ما وين عارة وظريفة ونلحق حياة ما وين بوسوة توشي تزمك في وراء راي والحزن دوار بيت لوين وين دوي للهب يا وين الحواقها حم صياد اي بالكعب لقيت فيه بالكعب راوي الا غير بوليد هذاك عرفت على خاطر انا عندك تقول ورا لا لا هاي اللي زغرت مليح هاي زغرت اكثر منك شفت من نعمه وقت ما قصت ايضا الدم والزيت عندها هذه حتى كيفاش عندك السيد ليش انا الجنه سلطة سبيسيال فيها زيت ولا ما فيها زيت جبت الفلفل هي ما شمش ناكل هاي شديد لفتي جي شوف حتى ما قعدت للعروس هاي اخويا احترم روحك علاش نفتح روحنا وخير موجود عندي زيت خاطر شاد لي تزن غنيه اخرى بعد الغنية هاي إن شاء الله فرج ربي قد روح ما فهمت ما